عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لقاء مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مصر باتريك جان جيلبرت وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر. وحضر اللقاء عددا من قيادات وزارتي الصناعة والنقل. وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعا بحجم تمويل بلغ 58 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية، وذلك في عدة مجالات أبرزها تشييد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا وإيطاليا.